من أوكرانيا إلى روسيا، يواصل الوفد الإفريقي المباحثات المكثفة من أجل إيجاد حل وإنهاء الصراع بين موسكو وكييف. الوفد الإفريقي جدد دعوته لكل من روسيا وأوكرانيا إلى وقف التصعيد والبدء في الدخول في مفاوضات لإنهاء هذا الصراع الدائر والذي تتحمل تداعياته العالم أجمع، خاصة الدول الفقيرة. وتأتي وساطة السلام الإفريقية في خضم تصاعد القتال على الجبهة وعمليات قصف واتهامات متبادلة بين الطرفين. ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن رئيس السيسي وكذلك وزير الخارجية سامح شكري، بالإضافة إلى رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو. الوفد الإفريقي هو أحدث مبادرة في إطار سلسلة من الجهود الدبلوماسية المبذولة من دون جدوى حتى الآن لوضع حد للنزاع. وتضررت القارة الإفريقية بشدة عقب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي مع ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والتأثير الأوسع للحرب على التجارة العالمية. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد من كييف أن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الإفريقية وشعوبها، ومن ثم كان لزاما على زعماء القارة الإفريقية أن يقوموا ببذل مساعيهم الحميدة حقنا للدماء وتداركا لتلك الأثار السلبية وتداعياتها على حياة مواطني طرفي النزاع وحياة المواطن الإفريقي على حد سواء. وأضاف مدبولي أنه منذ اندلاع العمليات العسكرية بين الجانبين تبنت مصر موقفا يعلي من مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك سيادة الدول والحفاظ على وحدة أراضيها وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. من جديد لحضراتكم التحية مشاهدين الكرام، وهذه هي وقفتنا الحوارية حول المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لبحث سبل إنهاء هذه الأزمة بمشاركة وفد من الاتحاد الإفريقي يمثل 7 دول إفريقية، من بينها بالتأكيد مصر وجنوب إفريقيا، إضافة إلى دول أخرى هي السنغال وجزر القمر وأيضا زامبيا وأوغندا والكونغو. على أي حال، ضيفنا الكريم الذي سيحدثنا في تفاصيل هذه المبادرة وتوقعاته العلمية والأكاديمية المبنية على هذه المبادرة هو الأستاذ الدكتور نجاح الرئيس، أستاذ العلوم السياسية في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف. نرحب بك دكتور، شرفتنا وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا أستاذ أيمن. من زمان ما التقيناش، فأنا متوقع النهاردة يعني نعوض اللي فات. في البداية ممكن حضرتك تطلعنا حول تفاصيل هذه المبادرة من وجهة نظرك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي مبادرة تبناها الاتحاد الافريقي، ويعني نقول لحلحلة الوضع المسدود والوضع يعني الذي لا تبدو له حلول في الافق، الاتحاد الافريقي تبنى هذه او تبنى مبادره سلميه لنقول تقريب وجهات النظر ما بين الطرفين، الطرف الروسي والطرف الاوكراني. ويعني كان بالامس في اوكرانيا واليوم كان في روسيا، ويعني عرض مقترحاته. يعني المبادره لم تظهر بعد، ولكن هي الخطوط العريضه فقط التي ظهرت وبدا التحدث عنها لنقول تقريب وجهات النظر ما بين الطرف الروسي والطرف الاوكراني. البوادر اللي احنا شفناها من خلال اللقاءات التي حدثت بالامس واليوم مع الرئيسين زيلينسكي وبوتين اليوم، يعني هي بوادر مبشره ان هناك نيه للتفاوض، وان كان يعني بدرجات متفاوته، ولكن يعني هي مبادره طيبه وتدل على ان الاتحاد الافريقي مهموم بالسلام في العالم ودوله، لانها هي الدول التي يعني من اكثر الدول التي تعاني من تبعات تلك الازمه التي تؤثر على الأمن الغذائي والأمن التقوي والأمن الدولي بصفة عامة، وسلاسل التمويل التي أفريقيا هي من أكثر القارات متأثرة بهذه الأزمة، خاصة الأمن الغذائي الذي يعني طال أفريقيا كثيرا وكثيرا
ويعني نرجو الله ان يعني الا ننتظر طويلا في هذه الحرب التي لا. ده اللي بيقودني للتساؤل اللي ما كنتش احب اقفز عليه من بدايه اللقاء مع حضرتك في هذا الحوار، لكن انا مضطر ده على الاقل قبل الموجز ننوه ونستكمل، وخاصه انه يمكن كان معنا في الوقفه الاخباريه السفير احمد حجاج الامين العام سابقا للاتحاد الافريقي، وربما يعني انتهى لتوقع ما في هذا الشأن. توقعك لنجاح هذه المبادرة من عدم؟ التوقع لنجاح المبادرة هي أولا هي مبادرة تقريب وجهة النظر، تتوقف المبادرة على مدى قبول الأطراف. هي المبادرة هي مبادرة حسن نية من طرف أفريقي من 7 دول تمثل الاتحاد الأفريقي، تمثل 54 دولة، يعني 7 دول بيمثلوا يعني الاتحاد الأفريقي يمثل 54 دولة. هم توافقوا على مجموعة من المحاور أو مجموعة من الطلبات لتقريب وجهة النظر. توقف وتوقعي ليها هي بمدى قبول الاطراف لهذه المبادره. توقع الطرف الاوكراني يختلف عن توقع او قبول الطرف الروسي اللي احنا شفناه النهارده. الطرف الروسي قال يعني كما سمعنا قبل سويعات من الان ان الطرف الروسي لا يمانع من التفاوض، مبدا التفاوض مفتوح ولكن طبعا بشروط روسيه. اوكرانيا لا تمانع من التفاوض ولكن بشروط اوكرانيه. ها هنا يعني تكمن المعضله، الكل يقبل التفاوض ولكن بشروط مسبقه، وهنا تمام. يعني اكبر معضله لاي تفاوض. طيب تسمح لي وخلاص فاضل ثواني على الموجز، رغم كل هذا التحليل الموضوعي لكن اسمح لي اعرب عن تفاؤلي بكل الجهود الدوليه، وان شاء الله الازمه دي هتنتهي. هنحاول نبحث مع بعض ان شاء الله. واسمح لي اتمنى راي الضيف الغائب مع حضرتك بعد ما نتابع موجز مشاهدينا الكرام. نعود مشاهدينا الكرام لضيفنا وضيفكم الكريم في هذه الوقفه الحواريه، الاستاذ الدكتور نجاح الرئيس، استاذ العلوم السياسيه بكليه السياسه والاقتصاد بجامعه بني سويف. دكتور نجاح، توقفنا قبل هذا الموجز عند يعني ان صح التعبير تفاؤلي بانه سيكون هناك مخرج من هذه الازمه عما قريب. تستكمل تحليل حضرتك لتوقعك فيما يتعلق بالمبادره الافريقيه بشكل عام. استكمل واقول لحضرتك المبادره الافريقيه هي احدى يعني نقول دوره من دورات المبادرات التي تقدم، يعني هناك مبادرات قدمت من قبل، هي استكمال لحلقه من حلقات واظنها لن تكون الاخيره. يعني اظن المبادره الافريقيه لن تكون الاخيره في هذه السلسله من المبادرات التي يعني ستفضي في النهايه ان شاء الله الى جلوس الاطراف على طاوله المفاوضات. يعني يعني لو بنتكلم على علاقتها، طبعا مش علاقتها، تراتبيتها يعني مع المبادرة الصينية، هناك أيضا مبادرات من الفاتيكان ومبادرة من إندونيسيا، يعني صحيح هذه المبادرات بالإجمال هي جهود دولية، هي جهود دولية وجهود عقلانية يعني لتسوية نزاع ولتحقيق السلام. هل يمكن القول كما أشار أحد السفراء وهو معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق في تصريح له بوصف انه المبادرة الصينية كانت مبادرة الحل الاخير، هل يمكن اعتبار انه مثل هذه المبادرات يعني لن تفضي الى شيء؟ هل هناك حكمة غائبة؟ هو هناك حكمة غائبة. يعني انا اتفق هناك، نعم مع حضرتك هناك حكمة غائبة. ودايما انا بتعجب يعني منذ بداية المعركة حتى بعد نقول شهر شهرين بدأت أتساءل أين الحكمة الأوروبية. دايما بقول كده، كتبت حتى مقالة أين الحكمة الأوروبية في الحرب الأوكرانية الروسية أو ناساحة الصراع، يعني ناساحة الصراع هي ساحة أوروبية بالأساس. يعني أوروبا، يعني تعلمنا من أوروبا، أوروبا فعلت الكثير والكثير لتجنب حروب ما بعد الحرب العالمية الثانية. شفنا الحرب العالمية الثانية كانت كارثية على أوروبا بصفة خاصة، من طبعا الاتحاد السوفيتي السابق، الاباء المؤسسين الاتحاد الاوروبي بداوا يكونوا مجموعات صغيره ثم وصلوا في النهايه الى الاتحاد الاوروبي، بدايه من روما 57 الى وصولا لماستريخت 92، وصولا طبعا الى الشكل العام للاتحاد الاوروبي، تجنبا لاي صراعات داخليه وابعاد زي ما حصل في شبح الحرب العالميه الثانيه، شبح الحرب عن القاره الاوروبيه. وده بدا برضو عن سنه 75 في الوفاق، في عصر الوفاق الدولي في هلسنكي، مؤتمر هلسنكي سنه 75 اللي انضم فيه 40 دوله من اوروبا من ضمنهم امريكا والاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. تبنوا فيه مجموعه مقاربات انه يعني لابد من تبادل المعلومات الامنيه بصفه خاصه،
وبداية التعاون في بعض المجالات التي تزيد من التقارب بين الشعوب، اللي كان من ضمنها موضوع مشروع نورث ستريت 1 و2 اللي هي الغاز السوفيتي في ذلك الوقت والروسي بعد ذلك لأوروبا عن طريق ألمانيا. ده كان بدأ بموضوع هلسنكي سنة 75. ده الآن بعد الحرب، بعد بداية الحرب 24 فبراير العام الماضي، وتواترت الأيام وبصورة سريعة، والحرب يعني نقول أخذت وقتا طويلا، ثم يعني دخلنا في نفق مظلم من الأحداث، الكل يتشبث بموقفه مع ضغط من هنا وهناك. وصلنا إلى مرحلة العناد العسكري أو العناد السياسي، العناد الأمني بين الدولتين، خاصة من الداعم هنا والداعم هنا، خاصة الجانب الأوكراني يجد الداعم الكبير ليه من الجهة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. هنا تصلب الموقف الأوكراني إلى المطلب اللي هو المطلب يعني بالنسبة لروسيا مستحيل، اللي هو الانسحاب الكامل من الأرض الأوكرانية. روسيا تقول لك أنا مش هنسحب. عشان كده روسيا وصفت حتى كمان الموقف الأمريكي بأنه بيطالب بهزيمة استراتيجية كاملة لروسيا، وده طلب طلب مستحيل. والطلب من كام يوم اللي هو مساعد وتزويد اوكرانيا بالقنابل النوويه المنضبه يعني هي اشعاع نووي، يعني برضو بنتكلم فيها بنتكلم عن بونبوني، ده اشعاع نووي. يعني ده هيؤثر للاسف، يعني ساحات الحروب دايما بتكون ساحات تجربه اسلحه جديده. هنا بطرح السؤال استاذ ايمن، بطرح السؤال: الا يعتقد الطرف الذي ينوي تزويد طرف ما بسلاح فتاك هكذا، وان كان ليس بالقدره الفتاكه كسلاح النووي الحقيقي، ولكن الا يحسب رد فعل الطرف الاخر، خاصه انه يعلم انه يملك من هذه القنابل الكثير والكثير؟ ولو ان احنا بعدنا شويه عن المبادره الافريقيه، ولكن صحيح. ده صلب الحديث عن نجاح المبادره من عدمه. لكن صحيح. هو التساؤل، بما ان حضرتك استاذ العلوم السياسيه وبنحلل هذه الجزئيه، هل صعوبة الأزمة في الرغبة الأمريكية في استخدام أوكرانيا ساحة لإضعاف روسيا في الوقت اللي فيه بنشوف مبادرة إن صح الوصف عقلانية من الصين اللي قادرة ترجح كفة على كفة، ولغاية دلوقتي ما حدثش ده في البديل السياسي والسلمي؟ بالتأكيد هو البديل الأفضل. دائما الحروب ما تنتهي على طول المفاوضات. علمنا التاريخ ذلك، يعني علمنا التاريخ منذ وستفاليا عام 1648، الحرب بعد 30 سنة بيحاربوا بعض في أوروبا، انتهت في صلح وستفاليا في 1648، وأوروبا اجتمعت وحلت كل خلافاتها. ما بعد هذا التاريخ كل الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات. ده التاريخ بيقول كده. تنتهي امتى؟ دي الإشكالية، متى تنتهي؟ ما هو الوقت الذي يجب أن تنتهي فيه الحرب؟ هنرجع للنقطة ديت بس علشان ما نبعدش شوية. اتفضل. عايز أعرف تحليل حضرتك يعني قيمة الدور المصري في هذا التمثيل الإفريقي، وخاصة أنه له خصوصية طبعا. النقطة الثانية، التفاصيل المتعلقة بالمقترحات الجنوب إفريقية على وجه التحديد، إذا كان عند حضرتك تفاصيل خاصة بها. هو مفيش يعني لغاية إلى الآن لم توجد تفاصيل دقيقة عن المبادرة. هي خطوط عريضة. هي خطوط عريضة اللي هي احترام مبادئ السيادة الدولية، احترام مبادئ الأمم المتحدة، مبدأ التفاوض، مبدأ حسن النية في التعامل، كلها مبادئ عامة، ولكن التفاصيل إيه؟ لغاية دلوقتي مفيش إعلان عن التفاصيل الدقيقة للتفاوض، ولكن هي نقول موضوعات ومواضيع عامة في حسن النية في التفاوض، وده مطلوب جدا، مفيش أي تفاوض بينجح إلا بحسن نية الأطراف، ثم مبدأ السيادة الدولية، سيادة الدولة على أراضيها، ثم مبدأ الأمن الإقليمي، الأمن الدولي، ثم مبدأ الوساطة، ده موجود، إنما إيه التفاصيل؟ إلى الآن حتى في الاجتماع اللي شفت من ساعتين مع الوفد الأفريقي مع الرئيس بوتين، مفيش تفاصيل، كله بيتكلم، والرئيس بوتين أسهب في إن الأسباب التي يعني دخلت روسيا من أجل الحرب لم تكن أسباب روسية، طبعًا هو بيتكلم من وجهة نظره. إذا تحدثنا مع زيلينسكي يقول الأسباب التي دخلت من أجلها أوكرانيا الحرب ليست لأسباب أوكرانية، هي أسباب روسية، يعني كل يلقي باللائمة على الطرف الآخر. هنا مهارة الوسيط. هنا الوسيط حينما يجد أن هناك طريق مسدود ما بين الطرف الأول والطرف الثاني، هنا يجب الاختراق.
هنا الاختراق الصيني الى حد ما مقبول روسيا غير مقبول اوروبيا وامريكيا. الاقتراح الاندونيسي غير مقبول، يعني مقبول بدرجات من طرفين. الاقتراح الافريقي دلوقتي هي محاوله افريقيه مقبول بدرجه ما روسيا، مرفوض اوكرانيا بالامس كما يعني كما الانباء قالت ان زيلينسكي رفض التفاوض الا بعد انسحاب روسيا من الاراضي التي احتلتها في دونستك. هنا برضو بنتكلم في نقول في طب لو احنا بنتكلم في الجزئية المتعلقة بقى بالطرح اللي حضرتك طرحته منذ قليل، انه ما حدش يقدر يخمن امد هذه الحرب. وخلينا نرجع نقول عودا على بدء لحظة فبراير 2022 عندما بدأت هذه الحرب فجرا يوم الخميس 25 من فبراير، ليل 24 من فبراير. البعض تنبأ وقتها من المحللين بانها ممكن تنتهي سريعا، والبعض الاخر رأى انها مقدمات حرب عالمية ثالثة يمكن أن تعيد تشكيل العالم، وليس قبل حلول نهاية هذا العقد عام 2029-2030. هذا توقع. الآن نحن أمام جهود يبدو أنه في يعني تقبل دولي لطرحه، من منطلق أنه ماذا ينتظر العالم أكثر من ذلك لو اشتدت هذه الأزمة اقتصاديا وعسكريا وامنيا على كافه المستويات. فهل يمكن القول بانه امد هذه الحرب يمكن توقعه بانه ممكن يكون في غضون شهور بتنتهي وانه ليس هناك حرب عالميه ثالثه؟ الحرب ستنتهي على الارض، الحرب دلوقتي يمكن تم تاجيل التفاوض اوكرانيا واوروبيا الى الهجوم المضاد الذي يحدث الان في اوكرانيا. يعني توقع الاوكراني ان الهجوم المضاد سيحدث خسائر كثيره بالجانب الروسي، او يعني على الاقل تقدير انه اوكرانيا تستعيد الكثير من الاراضي التي فقدتها في اقليم دونستيك. ده توقع او ده الامنيات الاوكرانيه والاوروبيه. روسيا على الارض يعني ليس بالوضع ليس بالسيء، روسيا تدافع بطريقه جيده عما اكتسبته في الايام الاولى للحرب. اوروبا تراهن على مكاسب اوكرانيه، وروسيا تراهن على خسائر اوكرانيه. هنا ما لم تتقدم وجهه نظر طبعا تتقدم الدول الاوروبيه بمقترحات او تفاهم لنقول الشواغل الامنيه الروسيه في اوكرانيا، وتبدي بعض المرونه في التفاوض. طبعا اوروبا ومعها الولايات المتحده الامريكيه مرونه في الطلبات والجلوس على الطاوله، هنا الحرب هتروح لطريق طويل، لان هنا هي حرب استنزاف. يعني ليس هناك خاسر ولا مهزوم، هي حرب استنزاف، الكل يعمل على استنزاف الطرف الاخر الى اقصى درجه. خلينا نحسبها من الجانب الصيني بمعنى ادق، من وجهة النظر الصينية اللي ممكن البعض يرى بانها الكارت اللي ممكن يحسم هذه المسألة. بالامس كان معي ضيف كريم اخر وافترض فرضية وانتهى اليها بانه ستنتهي هذه الحرب اما بخروج قوتان او قوتين عظميين او بخروج ثلاث قوى عظمى، وهي الولايات المتحدة الامريكية والصين، او الولايات المتحدة الامريكية والصين وروسيا اذا خرجت روسيا من هذه الحرب منتصرة، ويتم استبعاد روسيا لو كانت مهزومة. في كل الأحوال الصين تستفيد مما يجري الآن. لماذا يعني إن صح التعبير العناد الأمريكي الأوروبي في مواجهة دولة لها شواغلها الأمنية كما ذكرت حضرتك؟ العناد الأمريكي هنا تظهر بوادره أو تظهر ملامحه الواضحة في إضعاف الدولة الروسية. اضعاف اول حاجه، يعني نرجع شهور اللي ورا شويه او يمكن قبل الحرب، كانت امريكا منشغله تماما ومهتمه تماما، ويعني تنظر لموضوع التقارب الروسي الاوروبي بعين الشك والريبه الدائم. فكانت نقول تتحين الفرصه لفك هذا الرباط الوثيق ما بين روسيا واوكرانيا وروسيا والاتحاد الاوروبي. جاءت الحرب، جاءت العمليه العسكريه او الحرب الروسيه الاوكرانيه هنا على لامريكا على طبق من ذهب.
هي الفرصة التي السانحة استفزت بها التي استفزت أو روسيا استفزت وبدأت الحرب. كانت هذه العملية التي نقول استفادت منها أمريكا أكبر استفادة من فك الروابط الروسية الأوروبية، وده طبعا فك الروابط البترول الغاز الطبيعي. ثم يعني جملة من العقوبات الاقتصادية على روسيا ما لم توقع على أي دولة في العالم كله. يعني لو احنا رجعنا العقوبات الاقتصادية، أفريقيا هي عقوبات ليست دولية، هي عقوبات مجموعة من الدول. العقوبة الدولية تصدر عن مجلس الأمن الدولي، هي عقوبات مجموعة من الدول ضد دولة. إذا دول مش كل دول أهمها أمريكا وأوروبا طبعا. هنا أمريكا لها مصلحة، وأمريكا هي المستفيد الأكبر من تلك الحرب اقتصاديا وسياسيا. يعني كل اوروبا هي امريكا هي تعوضت اوروبا عن الغاز الروسي المسال، وتباع. حتى حدث هذا في فرنسا، قالوا فرنسا امريكا بيبيع لنا الغاز المسال باضعاف اسعار روسيا. ده هذا ما قاله النول الصحافه، مقاله الصحافه الفرنسيه، يعني تردده كثيرا وكثيرا. حتى منذ اسابيع تم ترديد هذا السؤال. الصين نعم هي ارض احدى القوى. يعني السؤال، هل مكسب الصين في أن تكون القوى العظمى الثانية أم أن تكون إحدى ثلاث قوى عظمى؟ وهل لها مصلحة في هزيمة روسيا أم في انتصار روسيا؟ لأن الموقف هنا معقد. هو الظاهر لنا والبادي لنا حتى الآن أن الصين لن ترضى بهزيمة روسيا. الصين قوى عظمى، يعني شيء ما بينه. الصين هي احدى القوى العظمى في العالم اقتصاديا، هي ثاني اكبر قوه اقتصاديه في العالم، ثم اصبحت الان يعني برضو ثالث اكبر قوه عسكريه في العالم دلوقتي. الصين مش دوله ليست بالدوله الصغيره، لا، الصين من الدول المستفيده من الحرب. يعني نرجع برضو بالتحليل السياسي شويه. الحرب البارده كانت العلاقات الروسيه، العلاقات الروسيه الامريكيه او السوفيتيه الامريكيه، كانت لابعاد الدب الروسي عن التنين الصيني، عشان ما ايه القوتين الاشتراكيتين الاثنين ما يتجمعوش ضد امريكا. دلوقتي الصين فطنت وبتعمل الان على نقول مساعده او التقارب، او نقول العمل على علاقات طيبة وراسخة ومتوازنة مع الجانب الروسي، وفي نفس الوقت مع الجانب الأمريكي. لماذا؟ لأن الصين هي دولة مستفيدة من الحرب، ولا نقول ولا وتخشى خسارة روسيا، خسارة، لأن خسارة روسيا أنها تحول الضغط الأمريكي الأوروبي على الصين. وهنا نبدأ نفتح موضوع تايوان، لأن في هزيمة روسية منكرة أو هزيمة كاسحة لروسيا، وأنها التحول الأوروبي الأمريكي تجاه الصين. إذن من مصلحة الصين، ويبدو أن الصين تريد أن تصبح قوة عظمى، ربما حتى مسيطرة أو زعيمة إن صح التعبير للعالم، دون أن تضطر إلى الحرب. الصين نقول نبدا ناخد خطوه. الصين بتبدا من الدول القليله في العالم التي نقول تخطو خطوات بطيئه نحو القمه. الصين بدات في البدايه قوه اقتصاديه بسيطه، ثم كبرت. دلوقتي الصين ما تحاول الان هي تحاول ان تكون قوه اقليميه مهيمنه. يعني ايه قوه اقليميه مهيمنه؟ في شرق اسيا وبحر الصين الجنوبي. لماذا؟ عندها في تايوان، في اليابان، في جنوب، في كوريا الجنوبيه، في الدول اللي هو اللي هي يعني وثيقه او عليها علاقات طيبه مع امريكا. الصين تريد ان تكون مهيمنه، وتكون امريكا هي قوه لها علاقات طبيعيه مع الدول، لا تكون امريكا هي الدوله المهيمنه في هذه المنطقه التي تعتبرها الصين هي نفوس خاص. طيب بالصين. علشان احنا وقتنا هرب بيدي شويه، تقريبا انتهى التساؤل الاخير وتكمل نقطتك. إذا فيما يبدو للبعض بأنه كانت المبادرة الصينية هي الحل الأخير، إذا المبادرة الإفريقية هي ليست أكثر من جهد دولي يحاول الحفاظ أيضا على مصالحه. هي سلسلة، المبادرة الأفريقية هي سلسلة من سلاسل أو محاولة من محاولات كثيرة ستحدث لرأب صدع هذه الحرب أو الوصول بالأطراف إلى طاولة المفاوضات. هي لن تكون الأخيرة ولن ليست الاولى ولن تكون الاخيره في سلسله مبادرات او محاولات وساطه لتقريب وجهات النظر بين الروسيه والاوكرانيه، مش الروسيه والاوكرانيه، الروسيه والامريكيه بصفه خاصه. سعدت بلقائك النهارده، كنت اتمنى الوقت يطول اكثر من كده. ان شاء الله يكون لنا لقاءات ثانيه مع حضرتك استاذ دكتور نجاح الرئيس، استاذ العلوم السياسيه بكليه السياسه والاقتصاد جامعه بني سويف. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. شكرا يا فندم، بشكل جدا. شكرا. ومشاهدينا الكرام، وقفتنا الحوارية التالية كما نوهنا ستكون عن القيام من الحوار الوطني بمناقشة
آليات تعزيز الثقافة والهوية للمجتمع المصري، وستكون مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشماع. تفضلوا بالبقاء معنا.